الحمد لله القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والصلاة والسلام على رسول الله القائل ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قضاء الدين عن المدين المعسر أو التخفيف منه من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة والسجايا الحميدة التي يرفع الله بها الدرجات ويكفر بها السيئات ويفرج بها عن المنفق الكربات. ومن يرغب أن يسهم في هذا الباب العظيم من أبواب الخير، فإن المديرية العامة للسجون وفرت خدمة فرجت عن طريق بوابة أبشر، وهي خدمة جليلة شرعية آمنة، يمكنك من خلالها أن تسدد من زكاتك المفروضة أو من صدقتك التطوعية للتخفيف عن المدين المعسر الموقوف، سواء كان من السعوديين أو من المقيمين. فجد يا عبد الله ولا تحتقر من المعروف شيئا، فإن القليل عند الله كثير. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فرج الله هم المهمومين وقضى الدين عن المدينين وجعلني وإياكم من المحسنين، والحمد لله رب العالمين.